المتابعين في كل مكان، رمضان كريم عليكم، ينعاد عليكم يا رب بالصحة والخير والعافية والسلامة. الليلة معاني الغنى مع فنان لو الرحمة والمغفرة، رحل مننا قريب لكن لسه صدى صوته قاعد في اضنين اي زول بيعرف يسمع بشكل كويس شديد. جزء كبير من الشباب في الفرقة الموسيقية ديل ومن الفنانين ديل بيكونوا زاملوه أثناء فترته في اتحاد الغناء وفي مسيرته الفنية الطويلة، لونية برضو مميزة خاصة جدا، أغلبية غناه غالب عليه والطرب الجميل، حتى لو الكلمات شوية كده هي عتاب وشوق وحزن لكن بتلقى الإيقاع أقرب لأنه هو راقص. إحنا اليوم في حضرة حمد الريح ليه والرحمة والمغفرة، وبنرحب بك جدا حارث معانا الليلة، ورمضان كريم عليك. رمضان كريم علينا وعليكم ولكل الشعب السوداني، تصوم وتفطر على خير. في البداية نترحم على الوالد إن شاء الله يجده في نعيم الجنان يا رب، والسنة الجاية إن شاء الله ربنا يصلح الحال لكل البلد إن شاء الله يا رب. إحنا طبعا حنسمع منك إفادات قدر قدرتك، وحنسمع من الشباب المعانا ديل نماذج غنائية، لكن خلينا نبدأ بيك أنت بأغنية ونكمل المشوار. يا قلبي المقتول، يا قلبي المقتول كمان عصر دموع، عصر دموع هدغن ولي سيد البلد يا حليلو يا حليلو. حليلو قال سايب البلد ويا حليلو، حليلو كيفين يا بتعيد ويا حليلو، كيف النسيب ويروح بعيد ويا حليلو، في رحلة مجهول تلامد يا حليلو يا حليلو. كل العمر كان لحظة واحدة نشوفه والشوق يبتدي، كل العمر كان لحظة واحدة نشوفه والشوق يبتدي، نسكر نغي نسكر نغي نسكر نغي من لطفه من دلو الحبيب، من لطفه من دلو الحبيب، من لونه من كرد المغيب، من لطفه من دلو الحبيب، الرامي محلو الثمر في شفايفه زي ياغو الندر، في شكله زي نص القمر، في شفايفه زي ياغو الندر، في شكله زي نص القمر، مت المثير مت المثير مت المثير، مخلوق عشان أحلى الثغور، وأشواقنا تتعطر تطير من نفحة من مجرى العبير، من نفحة من مجرى العبير، من لفة من جيد نظير، من لفة من جيد نظير، من لفظة من
ثغر المسلمين هل فيه ريال الثمر وبيه القلوب قد تمر فيه القلوب قد تمر لو مر سيد الناس عمر فيه القلوب كم تتمر لو مر سيد الناس عمر بنظرة بتذوي بحجر ببسمة بتطوي العمر بنظرة بتذوي بحجر بسمة بتطوي العمر يا وكيف الوداع علامي لحين ودى السفر وغربة الليل والقمر وغربة الطير في الشجر وغربة اللسمة ورغيغة وشوقة لعلاغ الشعر أهديك زهور أهديك زهور حاشايا وأنت لدى الزهر أهديك حروف أهديك حروف أهديك حروف يا أجمل أحروف في الدهر أهديك حنان أهديك حنان أهديك حنان ما قلبي عندك من زمان ما قلبي عندك من زمان وانا راجي عطفك ومنتظر اهديك حنان ما قلبي عندك من زمان ما قلبي عندك من زمان وانا راجي عطفك ومنتظر اهديك حروف ما قال زول أهديك حروف ما قال زول أهديك حروف ما قال زول ماضي يقول وراي بشر حروف ما قال زول ماضي يقول وراي بشر أهديك عيوني الدنيا بعد قدس يا حبيب يا حبيب شفنا حبيب ريدو يا عيلة أهلا بيهم شكرا شكرا جدا حارس ربنا يديك الصحة والعافية احنا هنسمع منك لكن استاذ لمين البنا قبل التسجيل قال يعني زعملته في حتت كثيره وفي مناسبات مختلفه والله هو شيء يعني اسال الله انه الشهر العظيم يا رب يتقبله واستاذ محمد انا علاقتي قديمه جدا قبل اهله الحارس يعني وكان بيته في شمال توتي
وبنمشي لانه فرجوني طوالي في رمضان نفطر معه وهو بجينا وشاعت الظروف لقدام سافرت معه ثلاث سفريات استاذ احمد الريح المصحف ما فارقه صراحه يعني مشينا اسمره في غافل اسمه غافل السرور بالبص وجينا بالطيارة لكن المصحف ما فارقه ويعني انا كنت موفق جدا فانه في ثلاث رحلات سافرت معه واثنين لاسمره واحده كانت في دبي عملنا حفل هناك انه اكون معنا يعني كم هاي من الفنانين لكن يعني ان شاء الله انه في السفرات دي كلها نكون معه في غرفه واحده الراجل نعم. ده يعني راجل يعني هو رجل بركه رجل صباح خير رجل يعني بشوش زول تغي جدا ما سبه ما فارق المصحف اخر رحله يمكن يشهد على الحارس يعني سافرنا اسمره منه وجاء توفى يعني كان دعانا الوصل السوداني في السفاره قعدنا 10 يوم هناك ربنا يرحمه ويقبل ان شاء الله امين امين يعني الابداع والمبدعين بيظل قاعد ومستمر يعني السيره العطره هي بس بتاكد نعم بتاكد مسيره الفنان انه شعره في اغناءه كله فيه اسماء شويه طبيعه توت يعني الشدر والنيل والنخل وصوت القمري كثير ده لاحظت انه اغلب اغناءه فيه الغنى على القمري وحياه سيدي كده احنا بعدين الحارس يورينا انه بري بعد ده قامت اضافت شنو لكن حبابك يا سراج ونسمع منك سلام منكما منك تحية لا سلام منكما منك تحية للوراق خليت عايش في الأسية للوراق خليت عايش في الأسية ما حرام يا الفنجرية سيب وصية ما حرام يا الفنجرية ما تسيب وصية كنت زي الطير الغريب سافر عشية وكنت زي الطير الغريب سافر عشية ما كبير وصوني يا حليل الوصية ما كبير وصوني يا حليل الوصية كنت بيك الضيف كنت ناسي كنت بيك الضيف كنت ناسي دابي صدقت قلبي فارق عينه قوية قلبي فارق عينه قوية السواق النايحة الليل حنين الدنيا ممزوج في بكاء السواق النايحة نص الليل حنين الدنيا ممزوج في بكاء زي طيور في الفروع محتارة بتفتح أتش جناحة البيوت والناس بتسأل عن صبية البيوت والناس بتسأل عن صبية فارقت خلتنا زي طير غريب سافر عشية ما حرام ماضيك اصبح لك أسية ما حرام ماضيك اصبح لك أسية كنت نسيت الوصية والبي فارق عينه قوية
والمفارق عينه قوية. ليل الغربة تنسيك ريحة طين في جروفة وانتي ميرات البيف فانتي مراكسات في حروفة الدعاش والغيب رزازة في العصير راجعين في المغيري المغيري بالمغيري واحنا راجعين في المغيري للديار لا حد يشوف ولا لا شوف ولا لا شوف احنا راجعين في المغيري راجعين في المغير للديار لا حد يشوف ولا لا شوف ولا لا شوف احنا راجعين في المغير. شكرا أمجد نوح السراج، شكرا لك كثير. قاعدين معانا وقلنا النقلة اللي بري الإضافة على المستوى الشخصي، ويعني زي ما قال الأستاذ الأمين البنا حتى في ناس كتار كده ما قادرين يستوعبوا حمد الريح بر توتي، يعني ارتباط خلاص يعني ما في كلام. والله هو لو جينا حسابات واحد بري توتي بحر بحر جناين جناين، يعني بيتنا هناك قريب للبحر، بيننا وبين البحر جنينة. أسي بيتنا في بوري بيننا وبين البحر جنينة. ويمكن أقول لك ثلاث أرباع الناس الموجودة في بوري الآن عندهم ترب أو بواقي أهل في توتي، وناس توتي عندهم أهل هنا. فما في غربة. يعني ما في اختلاف. يعني شفتوا المود معكم ومشكلتكم. يمكن الحاجة الوحيدة اللي بتكون اختلاف توتي من بوري زي ما زمان بيقول لك عشان أحصل البنطون كان بيأخر، لكن هسه الزمن بقى مقطوع. نعم. في بر ما في تمساح صح؟ ها؟ في بر تمساح ما في. طبعا توتي مشهوره جدا بالحياه. ايه رايك بري يا استاذ اللمين؟ بري فيها اسره كامله اسمها ناس تمساح، وفي اسره اسمها العشاري، العشاري تمساح. الاثنين توتي. لكن اصلا يعني في وقت الخريف مهدده بالتماسيح والمهدده. ده واقع. وانتوا خلوا بالكم دواء باصات ظريفه كده دايرين نجيب اغنيه السير اللي حيغنيها مبارك ما حنجيبها هسه، حنمشي لشموس تبكينا شويه كده وشجن وتفاصيل كثيره. مرحب بك يا شموس. Thank you.
وسهر نجم الزلال بعد روح صباحك جد وسهر نجم الزلال بعد روح صباحك جد وبكي معي عيون احباب عشان اسفى الدموع شد ما كان الفراق ونيا ولا فرقت عيونك وعد على الأداء الرائع. شكرا والله يا فرقة يا موسيقية ليكم أحلى تحايا. الحارس يعني بقولوا الفنان زمن والتزام، طبعا الكلام ده في جيل الأستاذ يعني طبعا محمد الريح كلام واضح ليكم يا شباب. الحاجة دي أنا ما أقدر أقول عانيته في البيت، لكن مثلا انعكست كده إنه الشاي في زمن محدد، صينة الغداء في زمن محدد، وبعد ذاك انه الارتباط بالبروفات وبالسفر وفي الكلام ده، يعني دي حاجات على جمالها كده ممكن تكون بتاثر شويه كده على الاسره والبيت والاولاد. ابدا، هو كان فاصل بين دي وبين دي. يعني مثلا كضرب مثال بس، فتره كان فيها فراسه الاتحاد الدوره الاولى، كانت الدوره الثانيه، لما جات الثالثه فقام قال يا اخي انا الاتحاد ده شايل مني زمن على حساب البيت. فانا ما عندي اني اترشح لدوره ثالثه، حتى كان جو ناصر عبد القادر وكم نفر صروا على انه يترشح ثاني. فقال لهم انا حتى اجتماعيا دقيت حركتي بقت بسيطه. يعني هو ده كانت كلامي. أيوة. انه هو كان يعني لكن بالنسبه للبيت والتزام بالمواعيد، هو برنامج واضح ما فارضوا على زول، لكن يعني معروف بفطور الساعه 7 صباحا.
ما شرط، ممكن يصحى متاخر يتخطى الفطور، لكن الفطور من الساعه 7 بيكون موجود. هو قام 7 قام 8 قام 9 عنده السهر بساير. العشاء مستحيل، من رابع المستحيلات انه يتعشى برا في حفله. نعم. العشاء في البيت حتى لو الحفله كانت اوفر لازم يراجع العشاء في البيت. ده برنامجه هو الخاص ثابت، وعنده قبل الحفله لازم يطلع ما بياكل، بيشرب كوبايه بتاعت لبن سخن فيها جنزبيل. ده البرنامج الغذائي كان بالطريقه. لكن ثاني التزامات، يمكن الفتره الوحيده اللي ممكن يكون بيتغيب فيها من البيت فتره طويله هي فتره السفر. نعم. بعدين لما نسافر يعني ممكن يغيب شهر شهرين ثلاثه الا الناس تفتش له تليفون عشان تضرب له. نعم. لكن ما البيت ما تاثر بالتزاماته الفنيه. نعم. او بال يعني هو لو عنده فتره غياب او غيره. ايوه ما تاثر البيت خالص. لكن قصه الالتزام دي ظريفه، في ناس كده بتقول لهم التسجيل الساعه 10 بيجوك الساعه 2، دي خليهم في الحلقه الاخيره حنعرفهم منو. Yeah.
لك عصام الجبلابي وشكرا للحارس برضو. احنا نسمع من رفيعة ونجي نسمع من الحارس ثاني انه عايز يقول لنا شو. Thank you.
شكرا لك كثير يا رفيعة. الحارس يعني دخولك للعالم بتاع المزيكا والغنى ده ورأي الوالد فيه ومساندته، ورينا الحاصل كان شو؟ والله كان بالنسبة لي زي امتحان، النهاية الموسيقية امتحان اللي زعل زمان، يعني لو درت أقدم أي عمل إذا كان مسموع ولا عمل جديد لازم أمر عبره في أول. ممكن أقدم له 10 أعمال ترجع ل10، وممكن من 15 يمرر لك واحد وبعد يقول لك عدل. مسؤولية لكن طبعا. هاي الحاجة اللي بتمر هي حتى لو ما هو أنا مسؤولية بالنسبة لي. أنا ما بقلد حمد الرغيف ولا حقدر أقلده فيهم، لأنه أصلا العين ما تعالى على الحاجة، هو وضع بصمته في خارطة الغناء السوداني. فأنا كون إنه أحاول أتغمص شخصية حمد الرغيف أنا بنتهي من روحي في الحالة. بس في كلام كده بقول إنه الفنون لا تورث، يعني ما ضروري إنه فلان أي فنان ده بيأكد كلامك ده إنه أنت شخصيتك براك واسي، لأنه هو حتى لما أنا أغاني وأنا أرددها بقول لي أنت ما تقول دي زي ما أنا بقولها، بقول لي لا أنا لو قلت أنا حأعيد دي نسخة ممكن تكون نسخة مشوهة. نعم. فخليني في أعمالي الخاصة وهو بيسمعها وحتى بدي الأبروف حتى تطلع. فغناه واسي أنا بغني لكن بطريقتي أنا، ما قاعد أغير فيه حاجة لكن بغني بأسلوبي أنا. شكرا لك يا حارس على وجودك معنا. احنا حنسمع مشاركة منار. مرحبا بك يا منار. كثير يا منار، شكرا لكل الشباب ديل الشايلين هم الورثة الثقيلة اللي شالوها من الكبار القدامون عشان يحافظوا عليها وتكون مستمرة لكل الأجيال. شكرا لحضورك انت معنا الحارس، حارس البوابة الأول ده. وختاما بتقول شنو في حق الأستاذ راحل المقيم محمد الريع؟ أنا ما عندي حاجة أقدمها له غير أترحم عليه وأدعو له ربنا يتغمد بواسع رحمته، والواحد ينفذ بس وصاياه مع الناس. يعني من عنده وصايا ثابته كان بديها، انه بيقول لك الشعب السوداني عموما لا يتواضع له، لانه مهما انت بقيت غناي لو ما تواضعت بيشيلك بيخطك في الوضع، ولو انت بتعرف حاجه وتواضعت للناس بيشيلوك بيخطوك في راسه. فده كان مبدا عايز شخصيه سودانيه. نعم.
شكرا لك كثير والله، وشكرا لكل زول قاعد يشارك معانا في معاني الغنى السامية والجميلة. شكرا في الأول وفي الأخير للفرقة الموسيقية. احنا بنرحب بمبارك البنا وليه والتحايا، ويعني عجبوني الليلة جو وترسوا البحر. الغنية دي أي سمعناها بروايات كثيرة وفي أماكن كثيرة، لكن خلاص كده بقت بصمة للأستاذ حمد الريح. وكل سنة في الخريف الناس يعني التلفزيونات دي كلها بتكون شغالة بلاي باك الأغنية دي، يعني مختلفة، ونسمع اختيارات موفقة من الشباب دي. الختام حيكون مع مبارك البنا وكل الشباب دي المجموعة. نفير هي صح الأغنية دي؟ نفير يا أخوانا. يلا السلام عليكم. عجبوني الليلة جو درسوا البحر صدقوا، الليلة جو درسوا البحر صدقوا، عجبوني الليلة جو درسوا البحر صدقوا، عجبوني الليلة جو درسوا البحر صدقوا. عجبوني ولاد الاهالي، عجبوني مسر بالي، عجبوني ولاد الاهالي، عجبوني مسر بالي. ولل الوقت في سواري ما شالونا باللواري، عجبوني الليل جو درس البحر صدقوا، عجبوني الليل جو درس البحر صدقوا. عجبوني ولاد الفرسان صل بدل والقمصان، عجبوني ولاد الفرسان الله صل بدل والقمصان. صبوا البحر فرسان من شاويش لبركان، عجبوني الليل يوم درس البحر صدقوا، عجبوني الليل يوم درس البحر صدقوا. الكراب في العدارة مرق اخوان السرارة، الكراب في العدارة مرق اخوان السرارة. المركز جاب الإشارة ما شالونا بالطيارة، عجبوني الليل يو درس البحر، عجبوني ولاد الفرسان ملصوا البدل والقمصان، عجبوني ولاد الفرسان ملصوا البدل والقمصان. صدوا البحر خرسان من شاوش لبركان، عجبوني الليل يوم درس البحر صدقوا، عجبوني الليل يوم درس البحر صدقوا. عجبوني ولاد السرور وفروني بالصقور، عجبوني ولاد السرور وفروني بالصقور، وفروني للقدور ترسوا البحر بالصخور ما شالونا بالبابور. عجبوني الليل يوم ترسوا البحر صدقوا، عجبوني الليل يوم ترسوا البحر صدقوا. Thank you.
يسموك خير ضونا هلا هو يا جنا كفاي ما بيتهزنا هلا وين يا جنا حباب الخير ضونا هلا وين يا جنا كفاي ما بيتهزنا Thank you.